القارة القطبية الجنوبية المكان الأكثر غموضاً على كوكب الأرض، فهذا المكان لا يزال يحتفظ بالكثير من الأسرار والغرائب التي يكتشفها العلماء شيئاً فشيئاً. اليوم سنعرض لكم بعض الكائنات الغريبة التي تم اكتشافها هناك، لذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر اللايك، كبر الشاشة ولننطلق سوياً. وحيد القرن الصوفي. يعكف علماء الروس على دراسة جيفة وحيد قرن صوفي بحالة جيدة، يرجح أنها لحيوان كان يجوب المناطق النائية في سيبيريا قبل ما يزيد على 12 ألف عاماً، وذلك بعد العثور عليها في منطقة ياكوتيا المنتجة للألماس، وحدثت اكتشافات مماثلة بشكل متزايد في منطقة سيبيريا الشاسعة في روسيا. فقد تسبب التغير المناخي الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بوتيرة أسرع من باقي العالم في ذوبان الجليد ببعض المناطق التي كانت ضمن الأراضي المتجمدة منذ فترة طويلة. تم العثور على وحيد القرن في نهر بجميع أطرافه وبعض أعضائه وقرنه، وهو أمر نادر في مثل هذه الاكتشافات، وحتى صوفه أيضاً. ووحيد القرن الصوفي عاش في أواخر عصر البليستوسين الذي انتهى منذ حوالي 11700 عام، وكان يستخدم قرنه لجمع الطعام، وذلك بناء على علامات التآكل البادية عليه. شبل الأسد الكهفي. حدد فريق من العلماء الدوليين شبلا من الأسود المنقرضة التي عاشت في العصر الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، مؤكدين أنها أفضل عينات محفوظة في العالم والتي تم اكتشافها حتى اليوم. يعتقد العلماء أن شبل أسود الكهوف الذي أطلق عليه بوريس جاب لفترة وجيزة بسهول مناطق شرقي روسيا منذ عشرات الآلاف من السنين. الماموث. عثر صبي روسي في 11 من العمر على هيكل أحد فيلة الماموث المنقرضة في منطقة توندرا في شمال سيبيريا، وهو شبه كامل وفي حالة بيولوجية جيدة. وجدت بقايا الماموث الذي يزن نحو 500 كيلوغرام مطمورة تحت الجليد في شبه جزيرة تايمير في إقليم كراسنويارسك، ويقول الخبراء أنه محفوظ بشكل جيد، حيث يمكن أن يعد بأنه شبه كامل. الثور الأمريكي أو البيسون. شهد العقد الماضي توافد المزيد من الخبراء لاكتشاف السهول الجرداء بمرتفعات أمريكا الشمالية، وهو ما أثمر عن الكشف عن العديد من الآثار كسهام تعود إلى 1300 عام، وسلال من الأغصان اللدنة وأقواس خشبية وغيرها من الاكتشافات. وبتحليل أنسجة الخشب اتضح أن الجماعات القديمة كانت تفضل أشجاراً معينة لصنع السهام، كما أمكن للعلماء عبر فحص حبوب اللقاح المجمدة التعرف على سجلات مفصلة للمناخ القديم، وعرفوا أن الأشجار كانت تنمو على مرتفعات أعلى مما تنمو عليها اليوم. أظهرت البذور التي عثر عليها ببقايا براز الحيوانات أن الثور الأمريكي الضخم أو البيسون كان منتشراً يوماً ما بمناطق أعلى من 3000 متر، ولقد انفتح صندوق من المعلومات لن يظل مكشوفاً للأبد، فبقع الثلج التي تحتوي تلك الآثار متفرقة ونائية وكثيرة، ولا يمكن للإنسان الإلمام بها كلها قبل فوات الأوان. حصان صغير. قال باحثون أنهم عثروا على حصان صغير تجمد قبل 40,000 سنة في منطقة سيبيريا شرقي روسيا. اكتشفوا أن الجثة لا تزال في حالة جيدة جداً ولم ينقص منها شيء، والحصان المتجمد منذ آلاف السنين ما زال له شعر وذيل وأعضاء أخرى كثيرة داخل جسمه، وهو ما يتيح إمكانيات مهمة للأبحاث العلمية. قامت بعثة علمية تضم عدة علماء آثار من روسيا واليابان بالعثور على الحصان في منطقة ياكوتيا، وهي نقطة معروفة سجلت فيها عدد من الاكتشافات المهمة، وتشير تقديرات العلماء إلى أن الحصان الصغير كان في شهره الثالث حين نفق لسبب مجهول. قال الباحث سايمون غريغوريف وهو المشرف على البعثة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إيجاد فرس من مرحلة ما قبل التاريخ، والأهم من ذلك أنه حفظ بصورة ممتازة. شبل الذئب. كان اكتشافاً لا يصدق،
في يوليو عام 2016، وقد عثر عامل منجم ذهب بالقرب من داوسون سيتي في يوكون على ما يعتقد أنه جرو ميت، ولكن اتضح أنه شبل ذئب من العصر الجليدي تم الحفاظ عليه تقريباً، ويعتقد العلماء أن الشبل قد تم حفظه في الجليد منذ آلاف السنين. تم العثور على الشبل من قبل عامل المنجم الذي رآه بارزاً من ذوبان الجليد السرمدي بينما كان يرش الماء على جدار من التربة الصقيعية، وعلى الرغم من أنه كان يعتقد أنه قد يكون مجرد كلب مجمداً قديم، فقد وضعه في الثلاجة الخاصة به في نفس الحالة حتى يتمكن عالم الحفريات من فحصه. ثم اتضح بعد ذلك أنه شيء مميز جداً، لقد اندهشوا من أن الشبل لا تزال لديه آثار من الفراء والأنسجة الرخوة والأعضاء الداخلية السليمة. إن مومياء الذئب هذه هي الأكثر اكتمالاً مما تم العثور عليه على الإطلاق، إنها سليمة 100%، وكل ما ينقصها هو عيناها، وحقيقة أنها كاملة للغاية سمحت لنا بالقيام بالعديد من خطوط الاستفسار عنها لإعادة بناء حياتها بشكل أساسي. قرروا أن الشبل كان أنثى وعمرها 7 أسابيع فقط، كما لاحظوا أن ذئب العصر الجليدي ليس له علاقة وراثية بذئاب أمريكا الشمالية الحديثة بل بذئاب العصر الجليدي في أوروبا. وبينما تصطاد الذئاب الحديثة الوعل والغزلان والمسك والموظ، تفاجأ العلماء عندما اكتشفوا أن وجبة الشبل كانت من الأسماك وربما من سمك السلمون بالتحديد. عظام جمل. شعر العمال الذين كانوا يقومون ببناء حوض سباحة جديد لثنائي من مدينة لاس فيغاس الأمريكية بالدهشة لدى عثورهم على مجموعة من العظام التي يعتقد أنها تعود إلى العصر الجليدي، ومن الممكن أنها دفنت هناك منذ 14,000 عام. حتى الآن تم الكشف عن لوح الكتف الأيمن للحيوان وعظام ذراعه اليمنى وبعض الفقرات، وكانت العظام لا تزال متصلة بالطريقة التي كانت عليها عندما كان الجمل على قيد الحياة، وهو أمر نادر الحدوث، ويشير ذلك إلى أنه دفن بسرعة قبل أن يتمكن البشر من نثر بقاياه. أسنان الضبع القطبي. من بين 500,000 عظام حيوانات من العصر الجليدي تم العثور عليها في المنطقة من الماضي، لدينا فقط عظمتان أو أسنان من هذا الضبع، ولذلك فهو حيوان نادر جداً كان يشبه العثور عليه العثور على إبرة في كومة قش. عندما يفكر معظم الناس في الضباع من المحتمل أنهم يتصورون السافانا الإفريقية وأيضاً الأجزاء القاحلة من الهند، ولكن أسلاف هذه المخلوقات كانت لديهم أرجل طويلة وقوية للركض بسرعة عن نظيره الموجود الآن. جمجمة سمور عملاقة. اكتشف علماء أحد جماجم نوع عملاق من حيوان السمور، ولم يكن معروفا من قبل حيث كان يعيش في القارة القطبية في وقت من الأوقات، وكان ضخما جدا لدرجة تسمح له بتهشيم ترس السلحفاة بأسنانه. ويظهر التعرف على هذه الجمجمة أنه كان يوجد أكثر من نوع واحد من حيوان السمور منذ ملايين السنين. تم اكتشافه في عينة من الحجر الجيري استخرجت من طبقات صخرية أحفورية في موقع ريفرزلي في شمال غربي القارة القطبية الجنوبية. نمر العصر الجليدي. لطالما عرضت أفلام هوليوود النمر الجليدي الذي عاش في عصور سحيقة، وهو عبارة عن كتلة عضلات بفك مخيف تخرج منه أنياب قاطعة وملتوية. علماء اليوم يكشفون أسرار النمر الجليدي من خلال آثار براثينه وأنيابه، وتم حفظ الكثير من عظام النمر سيميلدون الضاري جداً ذي الأسنان السيفية الشكل، الذي عاش في العصر الجليدي متجولاً بين الأمريكيتين وسط القارة في منطقة لابري تاربيتس. كانت أنيابه المقوسة والطويلة تلك التي يصل طولها إلى 18 سنتيمتراً تمثل سلاحاً فتاكاً، وقال روبرت فيرونيك عالم الأحياء القديمة بمتحف ولاية نيويورك أنه يعتقد أن نمر السيميلدون كان يستخدم أنيابه كي يعض رقبة فريسته ويقطع شرايينها وأوردتها الرئيسية ليقضي عليها فوراً. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب ثانكس.
إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.